في البداية كلمنا طيب عن النسخة دي، حاجات كتير مختلفة جدا، حاجات مميزة، حاجات أول مرة تحصل في هذه النسخة من المونديال، شايف الحدث إزاي؟ خليني اقول لك على المستوى التقني، يعني فيما يخص الملاعب، واظن قطر عملت حاجه فوق الطبيعي. يمكن احنا كجمهور ممكن نتاثر بالشكل الملاعب وبالاستعدادات، لكن في حاجات كمان تقنيه ممكن تفرق مع اللعيبه، من ضمنها الاضاءه. اضاءه الملاعب مختلفه جدا السنه دي عن اي بطوله اصلا ممكن كل اللعيبه دي لعبت فيها. الفيفا كانت طلبت من قطر انها تكون الاضاءه 4K تقريبا، قطر قدرت توصل في بعض الملاعب ل 8K، يعني ملعب لوسيل الاضاءه فيه بشكل اوضح بكتير. دي حاجات ممكن تفرق كتير مع المدربين، مع اللعيبه، احساسهم بالبطوله هيكون مختلف. اظن انه اغلبيه التصريحات السلبيه من بعض اللعيبه ممكن تتلاشى شيئا فشيئا كده بمجرد ما ينزلوا قطر يعني. فبالتالي هي نسخه استثنائيه فيما يخص التقنيه. اظن فيما يخص الميعاد هو استثناء واضح جدا، اول مره نلعب بطوله كاس عالم في الشتاء. ده طبعا يعني سلاح ذو حدين، اولا اللعيبه لسه ما ارهقتش طول الموسم، فانت بتلعب ما بتلعبش في الصيف، وفي نفس الوقت في لعيبه كتير غابت للاصابات، وده شيء طبعا هيكون مؤثر على منتخبات يعني مش قليله. لكن في المطلق انا شايف انه يكون في بطوله للمنتخبات بضخامه كاس العالم في بدايه الموسم، او في فتره اللعيبه خلاص قدرت تستجمع قواها البدنيه وفي نفس الوقت وصلت لمستوى فني كويس، ده ممكن يخلينا نشوف بطوله كاس العالم يعني اقرب للاكثر حماسه من بطولات كتير كنا بنشوفها السنين اللي فاتت. لكن كمان الشيء المميز جدا في المونديال ده انه على مستوى المنتخبات ككل انت عندك اكتر من عنصر مميز، وده الشيء اللي يمكن كنا متعودين عليه في كؤوس العالم لحد تقريبا 2006، ان كل منتخب عنده نجم واثنين وثلاثه واربعه ولاعيبه شباب انت مستنيهم ولاعيبه واعده انت عندك امل تتفرج عليهم وعندك استعداد تشوف حاجه منهم كويسه. فانا اظن ان احنا مستنيين كاس عالم استثنائي بشكل كبير، يعني اتمنى يكون على قدر هذا الحدث. لو اتكلمنا عن المجموعات بقى ودخلنا في خضم المجموعات وتفاصيلها، المجموعه الاولى فيها قطر، فيها الإكوادور، فيها السنغال، فيها هولندا. هل الأرض ممكن تلعب مع قطر وتصعد لدور ال 16 في هذه المجموعة؟ يعني يمكن يكون اقوى حاجه في قطر مش الجمهور، وده شيء قد يبدو غريب شويه، لكن الجمهور القطري او الجمهور الخليجي ككل مش متعود قوي على الاجواء الكرويه، مش متحمس بشكل كبير. ويمكن اكتر فريق ممكن يستفيد من الجمهور في المكان في قطر ممكن يكون المنتخب السعودي، على اعتبار ان هو المسافه قريبه جدا. لكن يعني قد يكون اقوى شيء في قطر مش الجمهور. يعني نفتكر حتى في كاس العرب كان الجمهور الحاضر بشكل قوي جدا هو جمهور منتخب مصر في البطوله دي، ولذلك ان بعض الصحف الاجنبيه كانوا بيعتقدوا ان البطوله بتقام في مصر من كتر ما الجاليه المصريه كانت هناك مقصره جدا. لكن ممكن نقول انه في بعض العرب المتواجدين في قطر، خصوصا ان قطر يعني بتشمل عرب كتير جدا من ضمنهم طبعا جاليه مصريه مش بسيطه، ممكن يكونوا عامل مساعد لقطر فيما يخص الجمهور. اما فيما يخص قطر نفسها كمنتخب وكجيل، اظن ده انجاز كبير جدا. قطر واحده من المنتخبات او تقريبا هي اكتر منتخب استعد للبطوله دي. احنا بنتكلم عن قطر بتحاول تجهز للجيل ده من سنين طويله جدا، لكن قطر هي اول فريق كان عارف ان هو في المونديال، بقى له 12 سنه بيحضر، 12 سنه تحضيرات على مستوى تجهيز الناشئين، الملاعب، المعسكرات. معسكر كمان قطر مستمر من 8 شهور تقريبا، فيليكس سانشيز معاه لعيبه ثابت انديتها واستمرت في معسكرات منتخب قطر. فبالتالي على مستوى الاستعداد الفني قطر اظن اكتر منتخب عنده قدره ان هو يكون دخل الاجواء بشكل سريع جدا. فبالتالي هيفرق كتير معاه انه قطر الارض فرقت مع قطر، بس انها عارفه انها موجوده في المونديال ده من 12 سنه، فبالتالي ده هيكون عامل مؤثر بشكل ضخم اكيد، ما مش هنقدر نستثناه يعني.